ارتياد مدرسة جديدة قد يغير حياتك، خاصة إذا اكتشفت مختبراً سرياً فيه ثلاثة كائنات تعيش في جرار. جائع، باركا، أوبل، سكان الجرار جاءوا من حول العالم، لا يعرفون البرية. إذا درسنا ما كتب في الكتاب الكبير قد نتمكن من إعادتهم إلى ديارهم بسلام. فقط إذا نجحنا في تجنب نبيه المبتكر وأجهزة تعقب الجرار الشريرة. سكان الجرار لقد خرجوا ولن يعودوا إليها. رعاية البيض. هذا الأسبوع هذا البيض هو أهم شيء في حياتكم، راقبوه واحموه إلى أن يفقس. لا، واو. الليلة على سجق الأحمق الخيالي، غزو الدجاج المتوحش الفضائي، مجموعة من الكائنات المخيفة. هيا أيها السجق لننقذ الموقف على طريقتنا. هذه السلسلة تزداد روعة مع كل فيلم. حسنا، الليلة نهاية موسم أميرة اليوم، وصوفي وأوبل دائما تشاهدانه معا. لكن لا، لكن أوبل لن تغدر صوفي، نظف المكان. يا رفاق، أريد أن أعرفكم بأهم شخص في حياتي، كوت كوت. ها؟ إنه غريب. ألا تبالغين قليلاً في أمر رعاية البيضة؟ لا، هذه تجربة علمية هامة، وسأخذ درجة الفصل الدراسي عليها. لذا لا برنامج نجاة هذا الأسبوع، علي مراقبة كوت كوت. البيضة تذكرني بشيء. متأكدة أنها ليست سفينة فضائية، بها دجاجة فضائية متوحشة بأعين ليزر. صحيح، تذكرني بمقعد الفاصوليا. انتظر، تقول دجاجة فضائية متوحشة. جائع، إنه مجرد فيلم، لا وجود للدجاج الفضائي المتوحش، سترى عندما تفقس البيضة. تفقس؟ رفاق، إنه مجرد بيضة صغيرة، انظروا. انتهيتما؟ جيد، سنشاهد أميرة اليوم. أسفة يا أوبل، مشغولة الليلة، علي صنع مفقسة لكوتكوت، راقبيه من أجلي لكن بلا لمس. لا أصدق هذا. انظر يا تشانغ، أحدث متعاقب جرار، كما تعرف لطالما شككت أن أحد الطلاب يخبئ سكان جرار. لأنك عبقري. عبقري للغاية، لهذا فالبيض الذي وزعته عالجته بمحلول خاص، لمسة من ساكن الجرار، وسيعمل متعاقب الجرار الجديد محددا مكان ساكن الجرار. ممتاز. علي أن أقلل من قوة الجهاز. الآن سننتظر تلك اللمسة وسأمسك بالكائن. انتظر، ماذا لو أن فريد مخطئ؟ ماذا لو أنها دجاجة فضائية متوحشة؟ حسناً، سأشاهد أميرة اليوم وحدي، بلا أحد، بلا صوفي التي تفضل البيضة الحمقاء علي. آسف، هل قلت شيئاً؟ لا أصدق هذا، هذا ظلم. مصدر طاقة تكييف، مصباح كهربائي، لوح غطاء زجاجي، وقطن صناعي خام. أو يمكننا فعل هذا. لن أغامر بمستقبل العلمي بأن أرسب في هذه التجربة. هل نقوم بذلك بعد غزو الدجاج الفضائي مجموعة من الكائنات المخيفة؟ غزو الفضائيين. الوداع يا جائع، سررت بمعرفتك. الوداع يا بركة، هل تريد بعض الفشار؟ ما الأمر الآن؟ رجاء أنهى. هذا غريب جداً. جميل جداً. جميل جداً. كرة حمقاء من الريش. ابتعد عني، سرقت صديقة أوبل. أنا لا أحبك. هيا هيا، أنت حر الآن، طير. التقط. هل
رحل؟ نعم، لقد تخلصنا منه. أفتقده بالفعل. هل تتذكر حين قال تشيب تشيب ثم قال تشيب ثانية؟ ذكريات جميلة. كفى، وقت النوم، غدا سنتذكره على أنه كابوس. من الكتكوت الصغير؟ نعم أنت. انظر يا أوبل، لقد عاد كوتكوت. لا أصدق هذا. لا لا لا، ستعود إلى حيث جئت، مختبر المبتكر الآن. يا رفاق، نحن هنا. ماذا سنقول؟ ماذا تعني بنحن أيها الأخضر؟ انظروا مفقسة كوتكوت الجديدة، سوف تعجبه. ما رأيكم يا ماذا حدث لكوتكوت؟ كوتكوت لم يعد بيضة، لقد رحل. رحل؟ رحل؟ لقد فقس وتركتموه يرحل. ماذا سأقول لنبيه المبتكر؟ هذه كارثة، أول مرة أرسب فيها. لا تقلقي يا صوفي، الرسوب يبني الشخصية، انظري إلي. أنا فاشلة كعالمة. هل سننقذ الموقف؟ بأسلوب السجق. إنه مثل صوت كوتكوت. الكثير من غزو فضائي. كنا محقين، قد يكون لطيفا لكنه متوحش فضائي لطيف. لطفاء. ماذا أجري هنا؟ يا فتى، ماذا يجري هنا؟ لقد فقس البيض كله، لا أحد يعرف كتكوتا يخصه عداية. بيضتي فقست أولا، فكتبت اسمي عليه وهو. هل تدرك معنى ما حدث؟ نعم، لن ترسبي لأن البيض كله فقس. ليس لدي ما يثير قلقي. هذا ربما هذا. كوتكوت، هذا من أجل صالحك أنت. صوفي ستحطم قلبك، ثقبي. لست أفهم، لابد أن ساكن جرار قد لمس بيضة ما، لماذا لم يعمل الجهاز؟ ماذا كنت تفعلين يا أوبل؟ كان يمكن أن يراك المبتكر. إذن الآن تقلقين بشأني، ماذا عن كوتكوتي الغالي؟ تغارين من كتكوت؟ أوبل، لا يمكن لأي طائر بلا عقل أن يحل محله. فلماذا تجاهلتيني وأفسدت أميرة اليوم؟ أميرة اليوم؟ إنه مجرد برنامج. ليس مجرد برنامج، كانت نهاية الموسم. على كل، كوتكوت يحبني أكثر، يتبعني في كل مكان. هل تعلق بك؟ لا. سيدي، البيض كله فقس، الكتاكيت في كل مكان. ماذا؟ تشانغ، أي نوع من البيض أحضرت لمشروع البيض؟ البيض الذي يفقس خلال 24 ساعة. كنا نريد البيض الذي لا يفقس كي يلمسه سكان الجرار ويعمل الجهاز، أيها الأحمق. تعرف، هذا يبدو منطقيا أكثر. على الجانب الآخر، إذا لمس ساكن جرار أي كتكوت. تشانغ، ما زلت تحتفظ بجهاز رمي الشبكة الذي صنعته من أجل حادثة الدجاج؟ هنا في مكان ما. رفاق، علينا العثور على كوتكوت. ما زلت تهتمين به أكثر مني. الأمر يتعلق بك. كوتكوت يعتقد أنك والدته، والآن إذا لمسه البروفيسور نبيه المبتكر وأصيب بالتشنج. لقد فهمت، سوف يقوم بإطلاق كوتكوت ويتبعه إلى مكان أوبل. هاي، أنا أفهم العلوم. علينا أن نجمع الكتاكيت. المفرخة، إنهم منجذبون إليها. يا رفاق، ابتبئوا في الحال بسرعة. نعم. صوفي، أحسنت، ستحصلين على درجات إضافية. يجب أن نستعيدهم، لقد لمس كوتكوت أوبل. نعم، لكنه لمس الكتاكيت الأخرى كذلك. الآن لحظة الحقيقة. يا ريت بالقوة. نعم، لقد لمس ساكن جرار هذا الكتكوت، سيقودنا إلى مكانه الآن. بالقوة. آه.
تصيبني جميعها بالتشنج. لمس ساكن جرار الكتاكيت كلها. لا كوت كوت، سأفتقد الفتى الصغير. أنا أيضاً لطيف. ماذا عنك يا أوبل؟ ستفتقدينه؟ ربما قليلاً، لكن لا تقلقي يا صوفي، لا طائر بلا عقل سيحل محلك.